ومن الفوائد المتعلقة بالشعر، وهذا ما أريد أن أصل إليه في هذا الزمن، قال الألباني في تحريم الغنى وآلات الطرف الفصل السابع، قال: إذا ألقيت القصائد التي هي حسنة وتدعو إلى الخير وإلى الجنة بترتيل وترجيع، فإن هذا مما جاءت به الآثار ما لم تصحبها مؤثرات صوتية. الآن يقولون أناشيد إسلامية، وأن لها أن توصف بأنها إسلامية، والعاقل أي عاقل لما يسمع هذه الأناشيد التي فيها مؤثرات صوتية كأنها أغاني، كيف يقول إنسان بأن هذه أناشيد إسلامية؟ يمرر على الناس قصائد قديما والأناشيد قديما، هي مثل النصب ومثل الرجز. أما الآن والله لو حضرها مشايخنا ابن باز وابن عثيمين لقالوا بالتحريم، هذه بمثابة الأغاني، ولو كانت من حيث الألفاظ ولو كانت سليمة، بل إن بعضهم الآن اتخذها حرفة ومهنة، يأتي إلى ألفاظ بعض المغنين، ألفاظ غناء، ويلقيها بنفس اللحن من أجل كسب المال على حساب الدين. اتقوا الله في أنفسكم، قل هذه مؤثرات من عندي، كلمات من عندي، لكن لا تقل إنها أناشيد إسلامية فتغرر بالناس، هذه تلهي القلوب. ولذلك حتى بعضهم الآن استفاض بذلك فجعل مؤثرات صوتية في كلام المشايخ، لما يلقي محاضرة إذا به يأتي ويضع مؤثرات صوتية، القلب حينما يسمع إنما يتوجه إلى هذه المؤثرات ولا يسمع لكلام الشيخ المبني على الكتاب والسنة. وأنا لا أجيز لأي شخص مهما كان أن يضع فيما أقول أي شيء من هذه المؤثرات، هذا ضياع. بعض الناس الآن أغاني وبتلحين يقول ليست فيها موسيقى ولا مزامير، سبحان الله، أمن أجل كسب المال على حساب الدين؟ لا تقولوا إنها أناشيد إسلامية، يعني كفى تدليسا، كفى تلبيسا على الناس باسم الدين، هذا غلط. أناشيد إسلامية، كل شيء إسلامي، مثل ما يقولون مذبوح على الطريقة الإسلامية، حتى السمك يقولون مذبوح على الطريقة الإسلامية، والسمك لا يذبح، غلط. فنتنبه لمثل هذا. ولذلك قال الألباني رحمه الله، قال: ما لم تصحبها مؤثرات صوتية أو آلة ضرب، وما لم يحصل مع التثني، يتثنى بعضهم الآن يحرك يديه وجسمه مثل الصوفية، وأنا أتحدى من هذا المقام، أتحدى أي شخص يسمع ويكثر من هذه الأناشيد المسمى بالإسلامية أن يكون حريصاً على قراءة القرآن، أو إذا قرأ القرآن أنه يتأمل ويدبر القرآن. فقال رحمه الله، قال: ولم يحصل مع التثني وضرب بالأقدام كما هو حال الصوفية، ثم ذكر الآثار التي ذكرنا شيئاً منها. قال: فهذه الأحاديث والآثار تدل دلالة ظاهرة على جواز ترتيل القصائد الحسنة في بعض المناسبات، ما هو في جميع الأوقات. ولذلك قال رحمه الله، قال: فهي تدل دلالة ظاهرة على جواز ترتيل القصائد الحسنة في بعض المناسبات، مو في جميع الأوقات، كالتذكير بالموت والشوق إلى الأهل والترويح عن النفس من وعثاء السفر ونحو ذلك، شريطة، ضع تحتها آلاف الخطوط، شريطة ألا تتخذ مهنة، يعني وظيفة وعمل يتكسب منه، وألا تخرج عن حد الاعتدال، فلا يقترن به لا اضطراب ولا تثني ولا طرب، مما يخل بالمروءة. ولذلك قال الشاطبي في الاعتصام، قال عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن عندهم التذاذ ولا طرب يلهي، وإنما كان لهم من النشاط كما كان ابن رواحة يحدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أثرا عن الإمام أحمد لما أنشد له بيتان من الشعر فهو رحمه الله جلس يبكي ويردد، لأنها كانت نظيفة وسليمة. قال الشاطبي، قال: هذا ما نريده، سبحان الله، قال: هذا ما يفعله القوم، يعني الصحابة، ومع ذلك لم يقتصروا على وعظ نفوسهم بالشعر، باب الترويح، لم يقتصروا على وعظ قلوبهم بالشعر، وإنما وعظوا أنفسهم بكل موعظة من الكتاب والسنة.